بس بدنا ننقل معكم اليوم في مهرجان خاص بمناسبة عيد رقاد السيدة في كنيسة سانت ماري في ليفونيا هون ميشيغان. الأخ كرم من الموقع ده ينقل البث مباشر، فحبينا نشارك هذا المهرجان معكم، إن شاء الله تستمتعون فيه ميبي لمدة نص ساعة فقط. يعني دكتور عدنان، إذا عندك أي شيء قبل ما ننتقل دكتور. مساء الخير وكل عام أنتم بخير بعيد رقاد السيدة العذراء. وطبعا هذا العيد يحتفل به بصورة شعبية في كثير من المناطق، خاصة بسوريا بوادي النصارى، الحفلات والاحتفالات وحتى المهرجانات. طبعا اليوم حبينا نشارك سانت ماري باسيليكا بليفونيا ميشيغان مع الأب قدس الأب جورج شلهوب بهذا العيد. طبعا عاملين بما بشكل مهرجان واحتفال للعيد. طبعا الاخ كرم موجود معنا بمعون بالمهرجان حتى ينقلنا صوره حيه، ويمكن احتمال ينقلنا بعض التعليقات، بعض الاسئله، بعض المداخلات. الاخ كرم نحن معك، تفضل. كرم بدنا نسمعك، كيف الاجواء عندك؟ نعم، ليش تقدر تنقل صوتي هنا؟ ما اعرف اذا سامعيني. سامعيك، كيف الاجواء عندك؟ الاجواء العائليه اللي دا اشوفها يعني امر مفرح جدا للغايه، وكثير من العوائل تشارك، ومثل ما دا اشوف من عده طوائف، يعني ليس فقط للروم الأرثوذكس. الاحتفال بوالده الاله هو احتفال لجميع المسيحيين، والآن أنا أتجول بين اللي مشاركين في هذا المهرجان. طبعا نحن نشجع على هكذا مهرجانات مسيحية لأنها تدعم الكنيسة من كل النواحي. أولا تدعم الكنيسة من الناحية المالية، وثانيا تقرب الشعب من بعضه البعض، وتجعل الشعب قريب من الكنيسة. مثل ما شايفين أحبائي، أنقل لكم طبعا المهرجان في هذه السنة ليست مثل كل سنة. المهرجان في هذه السنة هو من نوع آخر بسبب الكوفيد، وبسبب مثل ما تعرفون الحجر الصحي، لكن بحماية والدة الإله إن شاء الله الجميع محميين من المرض. دكتور عدنان أتوجه. نعم، في أحد من الأباء موجودين في المهرجان؟ موجود كان أبونا جورج أو فادر جيمس. أنا دا أحاول هسه إذا شفتهم. بلكي ناخذ كلمة من عنده، شنو رأيه وكيف كان تحضير المهرجان وشنو الغاية وشنو ال بالتأكيد إذا شفت نعم، إذا مريت على أحد الآباء راح يكون معانا بالمهرجان مباشرة على الهواء.
بس العدد كبير والناس فرحانين طبعا. دكتور عدنان اتوجه بالسؤال لك الان، ما هو رايك يعني احنا نحتفل بعيد رفاد والدة الاله، ما علاقة الموت بالفرح؟ يعني صار نوع من التناقض بارادوكس عدنان، ممكن تشرح لنا هاي النقطة؟ طبعا المسيحية هي الوحيدة اللي تتجرأ أن تعيد للموت، لأن الموت في موت المسيح وقيامته أصبح رقادا. لهالسبب الموت هو الطريق إلى الحياة الأبدية والملكوت السماوي. لهالسبب بالنسبة للمسيحيين كان الموت هو نهاية الحياة الأرضية، هو نهاية الموت وبداية الحياة الحقيقية، نهاية الحياة الزائلة الفانية الأرضية المؤقتة وبداية الحياة الأرضية. لهالسبب بنلاقي انه الكنيسة تعيد للموت، لموت المسيح على الصليب، وايضا تعيد لموت والدة الإله، وتعيد لموت جميع القديسين، لانه هو مدخل الى الحياة السماوية. وعيد رقاد السيد العذراء هو آخر عيد سيدة بالرزنامة الكنسية يلي بتبدأ بواحد أيلول تنتهي بواحد وثلاثين شهر آب أغسطس. تفضل كرم. نعم. شكرا دكتور عدنان على هذا الجواب. أحبائي مثل ما شايفين العوائل جميعا تحتفل بفرح، إن شاء الله دائما أعياد ودائما أفراح. وهنا أحد العوائل معكم، إحنا من أخوية التعليم الرسولي لنقل مباشر على الهواء ليشوفوكم، حتى من سوريا، لبنان، العراق، من مصر، في كل الكل بتشوفك هسه وتسمعك. الله يخليك، الله يحفظك، شكرا. نعم، نعود معكم إلى الاستوديو. طبعا نشوف أيضا شارك هذا اليوم هذه السنة أقل من كل سنة. نعم. الاحتفال بعيد رقاد السيدة، شو رأيك بهيك احتفالية في هذا العيد؟ يعني هل هي مناسبة؟ هل هي مرفوضة؟ شو رأيك؟ هلا هي ما أنا مرفوضة، بس دائما الاحتفالات الشعبية يجب أن لا تكون على حساب الاحتفالات الكنسية. يعني عادة بعيد رقاد السيدة هو من الأعياد السيدية الجميلة والمهمة. مع الأسف الشعب المسيحي بينسى أنه بعيد رقاد السيدة أو بالأعياد السيدية في صلاة الغروب كبير، هي يسبق العيد السيدة صلاة الغروب قبل بيوم، وأحياناً في بعض المناطق والأديرة في سهرانيات ولو كانت سهرانيات قصيرة كمان للعلمانيين وأيضاً للكهنة أو للسلك الرهباني. مع الأسف ببعض المناطق لا يتم تذكر العيد إلا عن طريق الاحتفالات الشعبية. مع الأسف حلو أنه الناس تحتفل وتفرح وتنبسط وتاكل وترقص وتغني، بس بنفس الوقت حلو كمان أنه يكون في عندها علاقة روحية مع صاحب العيد ومع معنى العيد ومع مفاهيم يلي بيطرحها العيد علينا. إن شاء الله نحافظ على اثنين، يعني ما نخسر المفاهيم العيد الروحية وبنفس الوقت نحافظ على الاحتفالات العائلية والشعبية. أخ كرم، بدنا نحكي مع الأخ ميشيل. كيفك؟ الأخ ميشيل. ميشيل أحكي. ميشيل كل عام وأنت بخير. كل عام بخير. معاد على الجميع يا رب. وأنت بخير خواجة، كيفك؟ كيفك عزمان؟ كل عام بخير يا رب.
نشكر الله. شو اخبارك؟ كيف الاجواء عندك اخ ميشيل؟ معجوقه معجوقه هون، معجوقه. جيتوا مع ابونا جورج؟ وينه؟ يا ريت وقت عم نبحث عنه. وين هسا ابعث لك ايه؟ اذا شفته تعني الله يخليك. خلص ولا يهمك. اوكي. بيت الديكن. اوه ديكن سامر. يلا. خليني اركض عليه. ومعانا ديكن سامر، ديكن سامر معك على الهواء مباشرة من أخوية التعليم الرسولي. الله معكم. الله يكون معكم. أهلا وسهلا. سلامة بخير يا رب. إن شاء الله السيدة وتباركنا في كل مرضانا. إن شاء الله. يحمينا ياكل يا رب. الله يحفظك. شكرا ديكن سامر. الله يخليك. احنا بدنا نبحث عن أبونا جورج شلهوب. ما أعرف. راح هونيك هلا تشوف جورج، أبونا جورج رايحين باتجاهه. طبعا اليوم سبق الاحتفال هذا صلاة غروب رائعة في هذه الكنيسة الرائعة، كنيسة سانت ميري في ليفونيا. أحبائي، وأبونا جورج النشيط دائما بالمهرجانات وبلم الرعية حواليه شيء يفرح القلب أن نرى كهنتنا نشطين في هذا المجال ويسبون. وشفت أنا أبونا جورج يتنقل بين العوائل شخص شخص يرحب فيه ويذكره بالاسم، ليس فقط يعرف رعيته بالشكل ولكن يعرفهم بالاسم. يعني أنا صراحة يعني أحيي أبونا جورج الهودين. أنا شخصيا يشوفني بالسنة مرة ولكن لما أتكلم معه يذكرني بالاسم. إن شاء الله أشوفه عم يدف في المهرجان. هلا وحبيبي كيفك؟ إحنا من أخوية التعليم الرسولي، فيك تحكي لنا أي شيء؟ أوكي تفضل. أولا أنا محبي أخوية هذا المقام، أحلى شيء اللي هو أنه مشارك الناس في المبيعات، خاصة عيد مريمانة هو راح يكون هاليوم. ويا رب دائما الفرحة موجودة مو بس هنا، كل العالم وخاصة في وطننا الحبيب العراق تحت الشعب المسيحي. أشكركم على هذا المقام. تعرف بس عن نفسك؟ والله كنت خير يا أخوي، أنا فراس بني من بغداد. يا أهلا وسهلا. فراس من العراق. شكرا شكرا فراس. مثل ما شفتوا احبائي، هناك السوري وهناك اللبناني وهناك العراقي وهناك المصري وهناك كل انحاء الوطن العربي من امريكا من كل مكان. انا اتمنى ليس فقط ان نحضر هذه المهرجانات ونحتفل بهذه المهرجانات، ولكن نريد أن نحتفل بصلوات أيضا وليس بمهرجانات فقط. نتمنى من كل هذا الشعب الذي يحضر هذه المهرجانات أن يكون مشارك للصلوات دائما وأبدا. نعم دكتور عدنان، إذا عندك أي تعليق. أبدا أخ كرم، معك حق. نحن دائما يعني دائما نحاول أنه يشترك أكبر عدد ممكن من الناس بالصلوات، لأنه هي الصلوات اللي بتعبر عن معنى العيد وعن تفسير العيد وتراتيل العيد، هي بتعطينا بتحطنا بجو العيد. لهالسبب من الضروري أنه نتعود دائماً أن نحضر صلاة الغروب، إذا قدرنا نحضر صلاة السحر ثاني يوم قبل القداس الإلهي، وإذا كان في حفلات أو مؤتمرات أو ندوات أو محاضرات عن العيد، إذا كان في سهرانيات، إذا كان في اجتماعات تتعلق بمعاني العيد، مناقشة معنى العيد، الفروق بين الكنائس، هالشيء كتير بيساعد الناس حتى يفهموا معنى العيد كتير كتير. إن شاء الله يعني نشوف نشاطات أكثر اجتماعية ونشاطات روحية بنفس الوقت، ما بس اجتماعية. طبعا طبعا، بس أحب أذكر الجميع اللي يسمع أنه يوم الأحد الجاي في حلقة مهمة جدا عن عيد رقاد السيدة. أزدك بكرة؟ يعني بكرة طبعا، الأحد أحد غدا، أحد غدا يعني أحد غدا الساعة 3 بتوقيت ميشيغان، 10 بتوقيت سوريا ولبنان. Most fun I've had in a very long time, especially considering everything we've been through. Beautiful gathering and the peace in the church as well. It's all been beautiful together.
Thank you. Thank you, Michael. Thanks a lot. أتمنى أن يكون الصوت واضح لكم لأن صوت الموسيقى عالي يعني جدا. قدر شوي قدر الإمكان. بس نرجع مرة ثانية أنه غدا الساعة 3:00 مساء بتوقيت ميشيغان بتوقيت إيسترن يونايتد ستيت إيسترن تايم الساعة 3:00 مساء. الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت كاليفورنيا. 12 بتوقيت الساعة 10:00 ليلا بتوقيت سوريا ولبنان فلسطين الأردن والعراق. نعم حيكون عندنا موضوع كثير مهم، حلقة كثير مهمة عن رقاد السيدة، حنجاوب على كثير أسئلة مهمة في هذا البرنامج، فأرجو أن تكونوا معنا وتشاركونا غدا إن شاء الله. دكتور عدنان، بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية اللي تحتفل بعيد رقاد السيدة اللي هو بيصادف اليوم، اليوم الأحد الجاي، شو هو المناسبة؟ ما هي المناسبة ستكون بعد 3 أيام من عيد رقاد السيدة؟ ما في أحد، ما في 3 أيام بعد 3 أيام من عيد رقاد السيدة. عيد رقاد السيدة بتحتفل فيه الكنيسة ب 15 آب. الكنيسة تحتفل بعيد رقاد السيدة العذراء. رقاد السيدة العذراء في الكنيسة هو العيد الرئيسي وعيد الرسمي، ولكن الكنيسة تؤمن أن السيدة العذراء قامت من الأموات في اليوم الثالث من رقادها، طبعا بالروح وبالجسد، وصعدت إلى السماء لأنها أم الحياة وملكة الحياة وملكة السماء. لهالسبب دائما في رقاد السيدة يحمل معنى الصعود والنهوض والقيامة من الأموات. بس العيد هو في الكنيسة الأرثوذكسية اسمه عيد الرقاد، وهو عيد موت والدة الإله وليس عيد صعود والدة الإله، لأنه عيد صعود والدة الإله لا يعني بالضرورة موت والدة الإله. شايف؟ سو العيد، ما بعرف إذا جاوبتك على سؤالك. يعني هو العيد فقط حيكون بمناسبة رقاد السيدة، لكن لا يعني ما في احتفالية ثانية بعيد الصعود أو عيد صعود. لا ما في احتفال، هو العيد نفسه. العيد نفسه إذا بتقرأ صلوات العيد بتلاقي إنه هو عيد الموت والقيامة بآن واحد، هو عيد الرقاد وعيد القيامة وعيد الصعود إلى السماء لوالدة الإله. هو نفس العيد، نفس الاحتفال، الليتورجيا تحتفل بالمعنيين بآن واحد. شايف كيف؟ لأنه مرتبطين ببعض، لا يوجد رقاد للسيدة العذراء دون قيامي، ولا يوجد قيامي للسيدة العذراء دون رقاد. صحيح. ما بعرف هل جلس الأبونا؟ لا بس عيد السؤال ما سمعت ليك. أبونا جورج شفته؟ أبونا جورج ما شفته بعد. إذا بدكم تحكوا فيكم تحكوا تشاركونا، إذا أحد بدكم يحكي أي شيء فيك تحكي بالسماعة. أهلين أهلين، كل عام وانتم بخير. كل عيد وانتم بخير. فيستيفال بجنن، وان شاء الله دائما تنعاد على كل الرعيه بالخير والصحه والسلام للبنان وسوريا والاردن وفلسطين وكل الدول العربيه وجوا امريكا، والله يخلي لنا هالجمعه الحلوه. تنعاد عليكم جميعا. وعليكم السلام. ثانك يو. امين. بدك تحكي معنا؟ مين حضرتكم؟ احنا اخوية التعليم الرسولي. نعم. اهلا وسهلا فيكم وبكنيسة سانت ميري ليفونيا. ان شاء الله بتكونوا مبسوطين بمتابعة الحفل الرائع، وان شاء الله كل سنة وانتم بخير بمناسبة عيد السيدة. شكرا حبيبي. Thank you. شكرا. كيفك؟ شو أخبارك؟ أحبائي مثل ما شايفين إنه الناس تحتفل بفرح بعيد رقاد والدة الإله، مثل ما تكلمنا قبل قليل أنه يتلاقى الموت الذي هو في المسيحية حياة، نحن لا نموت، نحن نرقد على رجاء القيامة أحبائي. ولهذا يلاحظ يعني العالم قد يعتقد نحن غرباء
بالتأكيد، لأن من يفرح بالموت؟ أنا أعرف حتى بعض الرهبان في الأديرة عندما يكون هناك أي حالة وفاة في الدير، أحد الرهبان يخاطب الآخر يقول له عقبالك، يعني يوم الإلك أيضا، لأن نحن نؤمن بأن الموت هو حياة في الرب يسوع في المسيحية. نعم ليث. يعني ما في عندي شيء، بس احنا بدنا نستمتع بالاجواء عندك. بس حط يعني حط لي الصوت ناصر، خلي اشوف اذا اكو احد يحب يشارك. تحبوا تشاركوا بال you speak Arabic English؟ ما تحبوا؟ اوكي اوكي. اي اذا ما عندنا شيء، ما شفت ابونا جورج، ما شفته بالمهرجان، خليني بس ندخل جولة أخيرة قبل أن ننهي البث في هذا اليوم. وطبعا بالتأكيد كرم، شوف لنا إذا بشوف مجموعة من الشباب أو شباب بأعمار صغيرة، إذا بناخذ منهم كلمة بنعرف إنه شنو هم، يعني شو المهرجان بيعنيهم، هل هم بيشاركوا فقط بجولة المهرجان ولا هم هاي هاوريو هاوز إيفريثينغ. سو معانا مجموعة من الشباب. Marajan, how did you find this festival? Very nice, very fun. Did you enjoy? Okay, how often do you join like these festivals? Every time. Every time. Great, great. Yes. So, كان معانا مجموعة من الشباب. Tell us your name and Grace Fury. Grace Fury. So, كان معانا Grace Fury. سألها احنا عندنا فكرة انه نعمل حلقات خاصة للشباب تكون بيناتهم. Okay. شو رأيهم اذا بيشاركوا بالشباب؟ يعني so we are going to have like in our Apostles for Jesus on Zoom for youngs, for adults, and for teens, like a Zoom family gathering. Are you interested in joining us? Sure. Okay, I will send an email to your father and I will let you know. Okay, okay. Thank you. Okay. Okay, you're welcome. Bye. Bye. Tell your friends. Tell your friends. Tell your friends. بعد شاركنا راح ابعث الايميل وشاركنا ان شاء الله. خلينا نشوف مين معانا هون. معاك مين الشمايس؟ هاي 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 هاي. How was everything there? I can't really hear. Too loud. Definitely everything in there. Hello, sorry, it's very loud in here. How was the festival there? How was everything? It's very nice. I wish everybody was here. Very good time to socialize. Okay. Just ask your friends and anybody there for the young people that we will have a show special for them on Zoom. We need their contacts so they can join that show. Virtual things, virtual talk, and also about new challenges. We will be very fun and spiritual at the same time. Okay, sounds good. Looking forward to it. Yeah, good. خليني بس أبعد شوية عن الصوت. أعتقد ما موجود أبونا. دكتور عدنان، أعتقد هيك مهرجانات مهمة لسبب آخر، إنه حلو إنه يصير gathering أو تجمع ما بين أبناء الإيمان الواحد، أبناء كنيسة واحدة، إنه يتعرفوا على بعض، يعرفوا بعض. كثير من الناس ما بتشوف بعضها يعني إلا بمناسبات مثل هاي. فأعتقد إنه التعارف اللي يصير خلال هذه المهرجانات مهم جدا بالنسبة للعوائل اللي منتمية لهاي الكنيسة، خصوصا ذو الإيمان الواحد. صحيح. الكنيسة لازم تكون هي البيت الثاني للناس، يعني البيت الثاني هو المحل ما بيجتمعوا فيه، بيتعرفوا على بعض، بيعملوا صداقات بين بعض، بيتساعدوا مع بعض، بيعملوا نشاطات مشتركة. كتير مهمة هالنشاطات، جدا مهمة، بس دائما ما تكون على حساب النشاطات الروحية، ما تكون يعني بدل النشاطات طبعاً الروحية طبعاً، بس طبعاً جدا مهمة يعني بكل أنواع. تفضل كرم. من الضروري أن يكون هناك توازن بين حياتنا الروحية وحياتنا المادية العادية،
مثل هاي المهرجانات كثيرا، لان هي يعني ايضا وسيله بشاريه للتعريف بالكنيسه، للتعريف بايام الصلوات، للتعريف. احنا كنا في سلطنه عمان كنا نقيم مهرجانات سنويه وخصوصا في ايام العيد، وبدا الناس يعني يحبون المهرجانات اللي نعملها لان كان فيها مسابقات دينيه. الانسان مو فقط يحضر الحفله لكن يطلع ايضا بمعلومات دينيه تخص الكتاب المقدس، تخص لآباء القديسين اسمائهم والى اخره، لانه لا نفع انه فقط نفرح ونخرج من هذا المهرجان بدون فائده روحيه. نعم، اذا ما عندكم شيء ممكن ان ننهي اللقاء بعده. اذا شفنا نعم. بس واحد اخر واحد نعمل معه اخر كلمه وخلاص ننهي. اوكي، خليني اعمل جوله اخيره بين الموجودين، نعمل جوله اخيره ونشوف اذا في حدا يحضر معنا اللقاء. المشكله الصوت جدا عالي بالداخل، يعني بس نفس الجو الخيمه ما اقدر اسمع، والعدد اصبح ابونا جيمس ما شفتوا كمان ابونا جيمس؟ ابونا جيمس كان موجود بس حاليا ما موجود. شباب، هذول الشباب المستقبل للكنيسه، شايف حاطين الصليب ومكتوب على التيشيرت The Basilica of St. Mary. واو، هذول الشباب اللي يعني تعتمد عليهم الكنيسة اللي سيكونون المستقبل. تتذكرني؟ اوكي. Yes, he was with us on the youth edition in our show on Apostles for Jesus. We need you to keep continuing listening to Apostles for Jesus. We are doing bi-weekly shows now with Father Mark Anthony and Adam Murphy. And tell everyone to join the show. Thank you for the festival. Thank you for your help. Thank you for everything, everything. Chris? Yeah, Joseph. Joseph. And what's his name? Anthony. Isa. Isa, Habibi, Isa. Okay. Thank you. كانوا معنا اذا تتذكر في الانتوكيوم فيليج اللقاء اللي عملناه. بتذكر نعم، اول واحد ابونا جيمس. اول واحد خلينا نشوف اذا ابونا جيمس موجود. ماذا اشوف ابونا جيمس؟ الاعداد صارت كبيره بحيث يعني صعب تشوف الناس مثل ما شايفين احبائي العوائل جالسه بفرح. كرم، افضل شيء انه تطلب من الفرقه انه ينادوا على ابونا جيمس. كرم، الكنيسه مبينه من عندك؟ الكنيسه مبينه؟ الكنيسه قريبه هني؟ الكنيسه؟ فينك تاخذ لقطه للكنيسه؟ نعم، رايح حتى تقوم بالكنيسه. انا حاليا احبائي نحو كنيسة سانت ماري في ليبونيا، ونحن في بث مباشر معكم على الهواء من ميشيغان في منطقة ليبونيا في ميشيغان على الهواء مباشرة. هسه راح أذهب باتجاه صوب الكنيسة. لا زال العالم يتوافدون على المهرجان من كل مكان، نشوف العالم لا زالت تأتي إلى المهرجان. هسه راح أكون في حيز الكنيسة، ستكون الكنيسة بالباك جراوند، وهذه هي كنيسة سانت ماري. هسه راح تبين هذه هي الكنيسة. دقيقة بس خل أثبت. هذه هي الكنيسة. نعم. إذا تنتقل ليف إلى الاستديو أقدر أركض إلى أمام الكنيسة، بلكي تكون مفتوحة حتى أقدر أدخل إلى الداخل نأخذ آخر لقطة. تكمل أنت ودكتور عدنان حتى أخذها هرولة إلى داخل الكنيسة. هرول، don't worry. Don't worry, هرول. عادي. شوي 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 شوي. أي.
ايه دكتور، فكنا بدنا نحكي انه هيك مهرجانات مهمه. يعني احنا يعني انا كنت افكر انه مثلا من العوائل خصوصا بامريكا كثير متشتته، كل واحد عايش مكان، الناس مشغولين باشغالهم، ممكن يروحوا مره واحده بالاسبوع الى الكنيسه، بس يخلص القداس بيرجعوا للبيت. ما في امكانيه للتعارف ما بين الابناء. صحيح الكنيسة صحيح الوحدة. يعني هيك مهرجانات لو تتكرر بين فتره وفتره، خصوصا بفتره الصيف، حتساعد كثير للناس انه تتعرف على بعضها وانه يكون عندها علاقه. صحيح، ما هي كانت في كثير كان تعمل كرنفال سنوي او احتفال سنوي، واما بعيد الشفيع الكنيسي او بالصيف او الى اخره، وهي كمان مناسبه حتى يلموا شويه تبرعات. بس هي الاهم انه ناس تتقرب من بعضها، تتعرف على بعضها، تتعرف على وجوه جديده. الناس الغرب الامريكان او غير الارثوذكس بيتعرفوا على الكنيسه، كانوا نعمل تورز بالكنيسه لغير الارثوذكس، نشرح لهم شو هي الكنيسه الارثوذكسيه من جوا من الداخل، على الايقونات، على تقسيم الكنيسه، معنى الارثوذكسيه. هي مناسبة لعدة أمور مهمة. بس دائما أنا بحب أنه نطعم هيك احتفالات شعبية وعائلية، نطعمها بهيك شيء روحي، سواء كان عبارة عن أمور تتعلق بالأرثوذكسية أو تتعلق بالكنيسة نفسها أو بالكتاب المقدس، أو تعمل تورز للغير الأرثوذكسي للكنيسة. صحيح. على ما يبدو الباب مقفول، مسكر باب الكنيسة، بس هي الباب مسكر. الباسيليكا أو سانت ماري من الكنائس الجميلة جدا اللي انبنت بهمة أبونا جورج شلهوب، وطبعا الرعية اللي معه اللي ساهمت بتبرعاتها وبنشاطها وبمحبتها للكاهن، وطبعا بدعمها إله المتواصل بنى صرح كبير كويس نحن دائما نفتخر فيه، وإن شاء الله إلى الأمام. ومنشوف دائما كنائس هيك بتتعمر من، أنا بعرف الكنيسة القديمة، أنتم ما بتعرفوها يمكن، أنا بعرف الكنيسة القديمة وبعرف الكنيسة الجديدة. حتى الكنيسة القديمة احترقت، إذا ما بعرف إذا بتعرفوا هالقصة أبونا. نعم. فاحترق جزء منها، بعدين أبونا كان عنده هالأرض عمر عليها صرح كنسة مهم جدا وكبير. مبين كثير جميلة الكنيسة من الداخل، كثير جميلة من الخارج ورائعة من الداخل أيضا، بالإيقونات، بالطريقة، البانوراما فيها بانوراما ما... رائعة جدا. صحيح. يوما ما أخكرة منصور من داخل الكنيسة، في عنا أعياد كثير للسيد العذراء، عنا عيد دخول والدة الإله، هلأ عيد ميلاد والدة الإله عيد صدنايا، وعنا عيد دخول والدة الإله إلى هيكل من هون لعيد الميلاد، في عنا عيدين لوالدة الإله رئيسيين، ممكن بأحد هالعيدين تعمل تور بداخل الكنيسة. كويس. نعم دكتور، أنا أتمنى ليس فقط في ميشيغان، يعني لو في ناس بتساعدنا من حول العالم، إذا يصير عندهم مهرجانات، إذا يصير عندهم، كل اللي يحتاجوه هو فقط تليفون وانترنت، واحنا سنقوم بالبث الحي لهم حتى تنتقل هاي النشاطات من مكان الى مكان. اذا كان عندكم لقاء خاص للاخويه، اذا كان عندكم مهرجان خاص، اذا كان عندكم عمل روحي خاص ايضا، بامكاننا احنا، ليس فقط مهرجانات واعمالها، اذا كان عندكم صلاه خاصه، اذا كان عندكم مثلا أي أمر يتعلق بالكنيسة يخدم العالم المسيحي، إحنا مستعدين لنقل هذا الفستيفال أو هذا العمل، حتى لو كان بتوقيتنا ساعة 3 بالليل، ساعة 4 الصبح، أي وقت إحنا مستعدين للنقل. نعم. نعم. هلأ بتتذكر بسبب الكوفيد بانديميك طبعا كل هالنشاطات توقفت لفترة، وهلأ رجعنا نشوف النشاطات عم ترجع تدريجيا، طبعا بحذر لأنه رجع في موجة تاني من الفيروس. نعم. بس نعم. أنا بتوقع من هون لصيفية الجاي تزداد النشاطات، عندنا البايبل بول، عندنا الكرنفالز اللي بيصير كل سنة بعدة كنائس بأنطاكية بأمريكا الشمالية وكندا، وعندنا مناسبات أخرى كمان بتصير مثل أعياد الكنائس. لهالسبب ممكن يعني نشوف، هلأ نحن هيك عم نعمل بث تجريبة، بس ممكن نشوف يعني برامج أخرى حية بطريقة أفضل، بطريقة منظمة أكثر، وفي حضور ومشاركة أكبر، إذا الله راد، بتكون outdoor أو indoor، بداخل أو خارج الكنيسة.
نعم بالتأكيد أيضا بدنا مقدمين برامج يعني من ال من من يعني من من كافة أنحاء العالم حتى يساعدونا في نشر رسالة السيد في كل مكان في العالم. نعم نعم مثل ما نشوف لا زال الحفل مستمر في داخل الخيمة، عندنا النقل من الهاتف الثاني 9 مساء. نعم. وما زال الناس موجودين هناك لحد هسه يعني ليث عادة يبقون إلى الساعة 12 بالليل، واليوم اللي شفناه هذا مصغر للمهرجان. عادة كل سنة إذا تشوف المهرجان اللي يصير يعني شيء فوق 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 الخيال، يعني بيجيبوا دولاب الهواء اللي يسموه، بيجيبوا ملاعب أطفال، كأنه يعني فيستيفال، كأنه احتفال على مستوى كبير. اليوم أيضا ما مقصرين بالمهرجان، لكن بسبب الكوفيد وكل هذه الأمور حاولوا أنه يكون المهرجان على قدر الإمكان، ومع هذا المهرجان على مستوى عالي جدا، وتشاهدون الفرحة في عيون وقلوب الناس. نعم أكيد أكيد. شكرا شكرا أخ كرم، وشكرا اللي شاركوا اليوم، ونتمنى للجميع عيد سعيد، وإن شاء الله السنة الجاية لما بيجي ما في لا كورونا وما في لا فيروس، نتمنى إن شاء الله ربنا بيبعد عنا الأوبئة ونرجع إلى حياة الطبيعية مرة ثانية. شكرا دكتور عدنان أيضا، وإن شاء الله غدا ننتظر الحلقة المهمة عن عيد رقاد السيدة، وكلنا مترقبين هاي الحلقة، فإن شاء الله جميع حلقات الإنجليزية أيضا. نعم إن شاء الله جميع يكونون منتظرين حلقة غدا الساعة 3 بتوقيت ميشيغان، الساعة 10 بتوقيت سوريا ولبنان ومصر سوريا ولبنان وفلسطين والعراق أعتقد نفس الوقت كلهم، وأيضا الساعة نعم. وتكون تقريبا الساعة 12 ظهرا بتوقيت كاليفورنيا. بنشكركم وبنتمنى لكم أمسية سعيدة، وكل عام وأنتم بخير. آمين وأنتم بخير. وأنت بألف خير.